رول شباب. هاي ساحة التحرير مو صح؟ ما أتوقع أجيت هالمرة الجاي. يلا دائما في شغلة جديدة، حلقة جديدة مع زوم كاميرا 1 كاميرا 2. اسمع حلقة اليوم مع زوم لحد ما أرجع باسل القديم. بدنا نضل ناكل لنرجع وزن القديم. خلص اللي راح راح، وبرنامج جديد وهنا العراق مع زوم في بغداد. كاميرا 1 رولينج، كاميرا 2 رولينج، ساوند رولينج. مع زوم برعاية تلسكوب ميديكال سنتر لطب وجراحة العيون والتجميل، كنافة باسل، الكلحة جراند الشارقة، بنزين سفرة رمضان، مدار على مدار العمر. أنا اليوم في معية شباب بغداد وفي ضيافة ومعزوم عند أخوي وصديقي حارث الجنابي. زينة شباب بغداد. والله يا أهلا وسهلا يا ميت مرحبا حبيب قلبي. اليوم معزوم ببغداد على أكل تحبه. ها شو راح يجيب بالك أول شيء؟ يعني أهل العراق معروفين باللحم أكيد. زين والجو اللحم شنو؟ جو اللحم يعني تحت اللحم. إيه الرز التمن. التمن الرز في العراق اسمه التمن. التمن. شوف اليوم راح نشوف بكم أكلة راح نستخدم التمن. عدوا أنواع مختلفة من التمن واستخدامات كثير للرز في وجبات مختلفة معزومين عليها اليوم. تمام. يا صباح الخير. اهلا وسهلا في بغداد حبيب. اي مس بغداد، اي لوف بغداد. قبل ما ندخل بحلقه طويله لها علاقه بالتمن، شو نسوي؟ نتريق. نتريق روقني يا نتريق نفطر يعني. نفطر الريوق يعني فطور. نتريق كبه بغداديه. اهلا وسهلا بكم في كبه البغدادي بغداد. المرحوم جدي هو اللي حاول ان شاء الله، بعدين اجى والدي، بعدين عمي، بعدين أنا وأخويا ماشيين على نفس النسق، ما مغيرين بيها نهائياً. اللحم عراقي والبهارات 13 نوع احنا نخليه. لوز والكشمش واللية. واللية هاي الكبة البغدادية. وأول فرق ما بين اللي شفناها في حلقة الموصل، هذا مرق أحمر، هناك مرق شنو؟ أبيض. الكشمش اللي هو الزبيب صح؟ زبيب. يا الله بسم الله. طبعا هذه اتوقع بقى. انا قاعد بتوقع. اسمع انا في العراق بمشي بالاحساس تبعي. الاحساس تبعي بيقول لي انه ممكن ناكلها بس بالمرقه الحمراء هاي بالمرقه، او بيناولني هذا الصاص. هذا اسمه صاص صح؟ مين تعرف الصاص؟ اعرف الصاص، انا اخوي فتى بغداد ذهبي صاير اعطيني الصاص هذا. شوف الصاص هو الصوص الذهبي بالعراق. وين تستخدمه؟ بالفلافل تستخدمه. هو اصلا صوص ستيك. ايه بالاصل هو صوص ستيك، بس العراقي ما فشي عليهم صعب. وين؟ بالفلافل، بالمشكل، بالكبون، ما تريد ينحط عادي. اسمع حارث، بالله شوف، بالله شوف، بالله شوف، وانا قاعد بضغط عليها بدي افتحها، شوف كميه الدهن واللي هي اللي نزلت. هذا الكلام الصح. ويلكم تو بغداد. ويلكم تو بغداد. تعرف حارث لفتني انواع الكبه الموجوده في العراق. ما بنعرف انه اهل العراق عندهم انواع مختلفه من الكبه، واشي مشوي اشي بالصينيه. يعني بنعرف مثلا اهل سوريا، اهل حلب معروفين كثير بالكبه. هون في العراق بتلاقي، انا شخصيا جربت في هاي الزيارات البسيطه اللي زرتها يمكن 10 انواع مختلفه من الكبه. وراح تفاجئ اليوم حلقه اليوم شباب البصره سووا بيك مقلب. والنعم شباب البصره. اي والله 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 يعني عالميين شباب البصره. سوى بيك مخلب بدل مخلمة باتشة، ولكن اليوم وين جايبك مخلمة عود؟ من تطلع من بغداد ما يظل شي ببالك. وين اليوم احنا يا محجة قدوري عازمك على مخلمة؟ اسمع شوف، انا يعني انا ما عندي مانع اكل باتشة، وما بعرف قد ايه مرتاح لكلامك حارث، حاسس انه حيطلع لي صحن باتشة جوا. لا شوف. ولكن حلو انه نثبت للناس انه الشعب العراقي بيفطر بيض ترى. باكل بيض، مش لازم لحمه وليه على الصبح يعني عادي. ترى هو نفسه الشعب اللي ياكل كبه وكباب الصبح ياكل بيض. انا انتمي لهذا الشعب حارث.
شطة حارة، ليمون، دبس رمان، صاص، شرائح المانجو المنقوع بالخل والخردل، وكاتشب هذا، وفلفل هذا غير السوب وغير الطرشي، هاي موجودة على كل طلع غير البرتقال هذا هيك بس نارنج. احنا بس قعدنا برتقال نارنج برتقال نارنج يا زلمة برتقالي يا زلمة نارنج هاي برتقال ليمون مع بعض تماما كل هاد على الطاولة انت لسه قبل ما تطلب اي شوف ترى احنا صحيح عندنا بيض بس هم بيه لحم صح والله هذه هي المخلمة يا اصدقاء اللي هي بيض ولحم وطماطم وعليه لحم وعليه طماطم وبتيجي ممكن بالأملت انت أملت ولا عيون لا انا عيون لا انت عيوني انت حجر ورقم قص حجر ورقم قص على عيون ضعيف عليها حجر ورقم قص على عيون حجر ورقم قص حارث قلت لك ما تلعب معي هاي الالعاب شكرا وهذا ايش حارث هذا هاي الباقله هاي باقله بس مش الباقله بالدهن اللي بيجي عليها البيض وهيك هاي اتوقع يعني باقله يعني باقله وياها خبز ايه شويه من الاشياء اللي بتخليني احس انه احنا عن جد لازم نعرف اكثر عن هاي البلد هو انه كثير مصطلحات ما بعرفها كثير 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 حبيت انه البيض عيون هو نص استوى عند اغلب العرب ما حتلاقي هاي الحركه مستوي كامل يسوي. البيض بسووه مستوي كامل وبالعكس لما يشوفوه هيك ما بحبوه ما باكلوه لا هون صحن المخلم الطبيعي انا ما طلبته منه نص استوى حتى بطلع على الناس اللي حوالينا العراقي هيك دائما ورا كل لحظه بنشوفها في ساعات شغل طويله ورا كل حلم في ايد عم تساعدنا لنوصل ورا كل تميز في اسرار ما بيهم شو بيصير لأنه مدار متكامل بيعطي نظافة مثالية بتكنولوجيا متطورة وريحة بتاخد العقل مدار شغفنا حماية الملابس على مدى الأجيال الكلحة جراند برمضان بيوصل لك الأكل سخن وطازة ولكل مكان الكلحة جراند هوانا فلسطيني الكلحة جراند الشارقة مويلح طريق الجامعة التعاون شارع جمال عبد الناصر المجاز واحد نتذكر حارث لما اجينا بغداد المرة الماضية قلت لك مرة جاي بدنا ناكل في البيوت لفت الدنيا وبرنامج جديد ومعزوم ومعزومين في البيت في بغداد بلمة بغدادية حلوة السلام عليكم السلام ما شاء الله يا اهلا وسهلا نورتنا يا هلا بك شكرا شكرا نبدأ فيهم واحد واحد مع انه الروايح صار ايش متعاكس معي يا جماعه انتم بايش بتبدوا انا حاب اعرف انتم بايش تبدوا يعني قدامكم هاي انواع التمن هاي والله الصراحه انا من عشاق تمن باقي الليل تمن باقي الليل يلا نكتب هذا تشريب باميه تشريب باميه شو نسوي ده حط لنا بيض خليها على جنب ايوه هنا عندك تمن باقي الليل والتمن عدس نقدم وياه اللبن والتمر هاي التمرة ها اللي فوقها ها واللبن ها شايف اللي حتقوله حسويه انا اللي حتقوله حسويه تمن وفول يعني رز وفول وتمر أيوة. ولبن أيوة. كل هاي المكونات في هاي المكونات الدبس مما حطينا لك الدبس على تمن العدس بالتمر. اسمع هذا جد لاني الحين سويته هذا الحين اكلته جد والله هاي لازم مع جد هذا ما تقول لي هذا الكلام حياتك كلها تصلي ما اعرف كم سنه اخوي لا لا
ويا جزر وكيت هذا التمن عدس. تمن عدس ترى ما تلقاه في هذه البيوت، يعني تمن عدس تمن عدس كويس. تمن عدس حسيت في البيت اول ما اكلته. صح 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 صح. وهذا البرياني، البرياني هذه اكلات تراثيه يعني اهل قبل، يعني يعني رز وتمر شويه نخلي على الطباخ طاول، نخلي دهن ونحمسه نسميه حنيني ونجي ناكله. بلاي حدا يحسب لنا كم مره نحكي الدهن او نيه في حلقه اليوم. أيوة. واحنا بنحكي على الرز اه حلقه اليوم مش على اللحم، ولا احنا حلقه اليوم عن التمن، كم مره نحكي دهن او نيه. هذا زاكي، هذا شو هذا برياني رهيب. فاصوليا ويا البرياني مو فاصوليا موافق، يعني انا اكلت رز وفول وتمر ولبن، الحين باكل برياني وخضار وفاصوليا ودجاج. شباب اقول لكم هلا بعلاوي، كل ما بنام وبصحى بيطلع لي صحن باكر وصح. اهلا 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 من البطل. هلا والله هلا والله. هاي جابك يا شيف خلف الدولمه. الله يعطيك العافيه. لا جد والله جد، يعني انت اليوم الله يعطيك العافيه جايب البصره وجايب معك صحن دولمه الباتي علاوي. يسعد قلبك، شكرا. هاي دور مع الدايه، كل واحد ياخذ القطعه المفضله تبعته. انا اخذت بصلاي، هيك وين بصلاي هي قدام. فمفضلة نصف الشعب العراقي وصلت ترى. يا علاوي انت مسوي هاي علاوي؟ حكلها يا علاوي. شوف حكلها حفوت بسم الله. لازم بصل. شوف انا اقول لك شو نسوي. ليمونه. كمنه. مصطلح. تقدر تعدل لي شو فيها مكونات؟ تقول لي كيف تسوت؟ أول شغلة نجيب الباكة هي نخليها على النار. إيش فيها طيب هذه؟ فيها كرشة فيها إيش؟ فيها كرشة وإذن ورأس كراعين. تسلقها الباكة، تشيل الزفرة مالتها، تخلي لها ملح وتخليها على النار لما يصير المي مالتها أبيض. عادي هي هاي وتخليها بالفلفل والورق غار. بالفلفل بالفلفل. انا كنت اتمنى الشاب هذا صراحه. انا مش عارف شو حطيت لي فيها بصراحه، بس انا واثق فيك. انا واثق فيك، خلص هاي لقمه باكر وناكلها ونرتاح. في عليك اخوي، في عليك بطل بطل. يا شباب احنا كلنا بدنا ناكل. الله يعطيكم العافية جميعاً. شباب ورا الكاميرات كلنا معزومين، مش بس اللي حاله معزوم. يلا بسم الله. حياكم الله. ناخذ بريك من التمن ونحلي بشنو؟ بالتمن هم. لا هاي حلقة تمن عن جد، يعني في حلويات معمولة من الرز من التمن؟ حلويات بالتمن، شوفوا بكل دول العالم موجود الرز بحليب. حلويات رز بحليب صح؟ نعم. احنا هناش عندنا الزردة، هي حلو عراقي شعبي اشتهر من قديم الزمان، بس المناسبة اللي أكثر مناسبة يتقدم بها الزردة هي المولد النبوي. يعني فيها رز تمن اللي هو بالضبط، وفيها شوف كيف سكر زعفران. لا هاي مو رز بحليب ابدا، هاي مو رز بحليب. لا ما لها علاقه، لا ما لها علاقه برز. انا هيك تخيلت انه مطحون بها. الرز مطحون فيها، يعني الرز مطبوخ ومعجون ومطحون فيها. وهذا اللي هو فيها الزعفران والقرفه اللي فوق، والقرفه اللي فوق طبعا وياها السكر. ينضاف للزرده الشكر، ينضاف للزرده الزعفران. جميل. وشويه من الصبغ الاصفر اللي هو صبغ اللوزينه يسموه هنا، وتزين اما مكسرات او قرفه. بسم الله. طيبة والله. صحة وعافية. طيبة جدا طيبة. بيها بيستاشيو؟ بيستاشيو لا، بس اكو ناس نزينها. في مكسرات طيب، في شيء مكسر. لوز. لوز. مع المكان اللي بيه ذكريات، يعني هسه انا واقف قبل شوية فات طفل منا دايب على ايس كريم، اتذكر حلم كنت اروح على ايس كريم. يا حي الله، الف الحمد لله. قلت لك احنا تاريخ طويل، يعني من سنين مضت، فاكثر العراقيين يجونه يقول اليوم الاب شايل اولاده دا يجي دا يشتري لهم. نفس الشيء يقول انا ترى كان ابويا يجي يجيبني دا اشتري لهم. اجمل علاقه ممكن حدا يعملها مع زباينه، اللي هو انه هو يجي من وهو صغير يكبر يصير عنده اولاد يجيبهم كمان على نفس المكان. هاي الايس كريم تيراميسو. هذه ايس كريم تيراميسو. تيراميسو
هذه آيس كريم بيستاشيو. حارث ايش حطيتوا له؟ بيستاشيو بس 100% العربية. الفستق العربي العربي بوزة عربية. ممكن تدوقني من طفولتك شوي لو سمحت. بس احنا هنا الفستق العربي او الفستق الحلبي ما نسوي بالمستكة مثل البوضة العربية الشام. عندكم ما فيها مستكة، طعم الحليب والفستق تاكله، حليب وفستق فقط، هاي طعم طفولتك. هذا صح، ممكن ادوق من طفولتك شوي. انه ذوق الفستق، طعم الفستق وطعم الحليب. والله طفولتك كويسة. والله كويسة طفولتك. فعلا الحليب وحليب وفستق. ما خلصنا عزمك بعد على شنو؟ هم على تمن. هم على تمن. نرجع على تمن شباب. هذا فاصل فاصل كنافي سريع هيك وزردي سريع ونرجع لكنافي. انا اجاني شوجر رش. والله اجاني شوجر رش باكد لكم. يا جماعه انا عندي اعتراف. حارث، أنا بقدر أطلع في عينيك بكل صراحة أقول لك أنا كثير بحب الرز، أنا كثير مشكلة مع التمن. يا جماعة كثير ناس بتفكر باسل بحب اللحمة، صح؟ باسل بحب اللحمة، ولكن نص جسمي هذا اسمع نصه هذا تمن أخوي. بس النص الثاني هو اللحمة. النص الثاني لازم نعترف. بس اسمع، الرز لما يكون زاكي وتبدأ بالرز خصوصاً البسمتي هذا يا بي بوقفش فيه أنا. اسمع، لهكذا اليوم جايبك على مطعم نكمل جولة التمن بمطعم تحبه أنت ويحبه. والله بحبه. كام وإلي ذكريات حلوة فيه. والله إلي ذكريات حلوة فيه. وين نروحين؟ بيت حلب مباشرة. مطعم بيت حلب. حبايب حبايب، شكراً شكراً. هذا زين فايز بالدوري، عاد سوي الممر اللي فايز فورس انتر. شباب فورس انتر، السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. شلون صوتك؟ نورتنا. شكرا على راسي. الله يرضى عليك. شكرا. طبق اليوم داود باشا. طبق اليوم في بيت حلب داود باشا. هذا اليوم اللي صورنا مش يوم اللي تحضروا فيه. بمون عليكم انزل على المطبخ. في روايح تمن انا ما شميتها في حياتي. على راسي. وحارث وسلام بحكوا لي الشباب في نوع تمن ما شفته في حياتك. اسمع، في ريحة رز غريبة شوي. هذا رز العنبر أو ريحة تمن عشان حلقة اليوم. تمن عنبر اسمه. اسمه ريحته عنبر. يعني ايش ريحته عنبر؟ عجيب. أشوف أشوف. لا لا، هاي مش ريحة رز، هاي جديدة علي. والله يشممني إياها كمان مرة. يلا، في مقلوبة اليوم. في مقلوبة. بتسووا مقلوبة أنتو؟ نوع من أنواع التمن مقلوبة. هاي حلوة برضو، هاي حلوة. حدا عد كم نوع تمن أكلنا للحين؟ لا، بس المقلوبة شغلة حلوة. الله عليه. مقلوبة مشهد حلو بصير. مقلوبة أهل العراق فيها بتنجان مقلي. اسمع، أي بتنجان ضالي هون أنا بأخذها معي على البيت. هاي الحكاكة اللي هي اللي ملزق في القدر من تحت. هاي يعني ممكن تروح، يعني هاي اللي بحبوا بعض وهيك وتخانقوا على الحكاكة وخسروا بعض. أيوة. بسم الله، الله اكبر. بسم الله 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 الله. ايوه اعطوني مقلوبه هيك. حط، قول لي في مقلوبه تمن عندي. قول لي شو المهم، مقلوبه ولا مقلوبه تمن ولا خلص؟ لا مقلوبه. حبيت احط كلمه تمن في الموضوع لانه وين نشرح بالعراق حط تمن. اول شيء يعطيكم العافيه جميعا، يعني يلا بسم الله. نبدا فيهم واحده واحده. بدي هذا الطعم الفاضي اللي في تمن الحين تتعبى بهذا اول شيء. غريب تمن مطعم، تحس حتى تكوينه غريب، كأنك تاكل رز بسمتي بس صغير شوي، مش زي المصري. ترك فاصوليا. هذه يابسه. اليابسه؟ اي يابسه. ايش يعني يابسه؟ فاصوليه بيضاء. هي سحريه يابسه. والله الفاصوليا اسمها يابسه. صحيح. فاصوليه اليابسه. اليابسه فاصوليا لابسه. انا عندي احساس انه هاد وهاد مع بعض، الاحمر والسمك. واو شباب السمكة. لا لا استنى شوي، هاي لي اخوي، هاي لي مطلعها من السمكة انت. عجيب اكل هاي البلد.
عجيب حب اهل هاي البلد للي عجيب عجيب مبهر مفرح. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، الله يطول في عمرك. انا بديت اكل تمن من 8 الصبح، الله يعطيكم العافيه جميعا. انا صدقت اني معزوم على تمن، انا صدقت انه في كثير وجبات تمن مختلفه. انا حاكل مقلوبه اكملها. معلش انبسطنا بحلقه اليوم. عشت ايدك مقلوبه، المقلوبه هي يا مقلوبه يا مش مقلوبه. هاي مقلوبه ممتازه. مقلوبه يعني خضار مقليه ورز ماخذ من طعمه الخضار المقليه. هاي هي المقلوبه، هذا ابسط وصف للمقلوبه، خضار مقليه ورز وطعمه الخضار المقليه نازله في الرز، واكلناها وقلبناها، وكان اخر ما اكله في حلقه اليوم هو المقلوبه. والحمد لله وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. اعطيكم العافيه يا جماعه، يعطيكم العافيه جميعا جميعا جميعا. انا رايي نقعد ناكل. شيف بدي اياك انت كمان تقعد تاكل معنا، وبدي توصلي بالشباب المصورين والصوت والاعداد، خصوصا اللي جايين من الاردن، خصوصا اسمهم شريف الزعبي، خصوصا تفضلوا يا شباب. يا بغداد، عرفتوا ليش كان لازم نختم الحلقة في هذا الشارع، في شارع أبو طيب المتنبي؟ شفتوا الجمال اللي موجود هون، الجمال الموجود هون اللي ما بنشرى بفلوس، اللي ما بنصنع بعملة، جمال الناس، جمال الروح، البلد بتنقط جمال أهلها، بنقطه سعادة وحب للحياة. هذه هي بغداد، ويا بختك يا معزوم في بغداد. خلصنا معزوم في بغداد ولكن مش في العراق. الحلقة الجاي حتى التمن ما خلصنا، الحلقة الجاي يمكن أكبر وأهم وجبة تمن في المطبخ العراقي. شكرا لكل حد كان معانا، مشاعر كثير حلوة في كل حلقة، بنحاول نقرب منكم نوصف لكم مشاعر جوانا موجودة. ما في مشاعر حلقة اليوم لأنها كلها من بدايتها لآخرها في حب، في سعادة، في رضا موجود في هذا المكان. شوفكم الحلقة الجاي، تصبحوا على خير. معزوم برعاية تلسكوب ميديكال سنتر لطب وجراحة العيون والتجميل، كنافة باسل، الكلحة جراند الشارقة، بنزين سفرة رمضان، مدار على مدار العمر.